فتحت السفارة البولندية اليوم أبوابها لسفراء الدول وكبار المسؤولين ولكل من يرغب في تقديم العزاء في وفاة أحد أهم الشخصيات في تاريخ بولندا السياسي الحديث الرئيس ليخ كاتشينسكوف، وأيضا زوجته وكل من كان على متن طائرة الرئيس التي تحطمت أول أمس في مدينة سمولنسك في غرب روسيا. بالنسبة لنا إنها المأساة الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وأعتقد أنه لا يوجد في تاريخ العالم مثل حجم هذه الكارثة، ولكن الأهم الآن بالنسبة لنا هو تعاطف المجتمع الدولي وأيضا من القيادة المصرية وعلى رأسها الزعيم مبارك. قيادة البلاد ستتم وفقا لما ينص عليه الدستور، حيث يدير البلاد الآن رئيس البرلمان والذي سيحدد ميعاد الانتخابات خلال 15 يوما، ومن ثم تعقد خلال 60 يوما. الشعب البولندي في كل تاريخه أثبت أنه قوي وأنه قادر على أن يتخطى المآسي ويتخطى الضربات اللي تعرض لها، ودي ضربة فظيعة جدا ان كل كبار المسؤولين في الدولة والجيش يقعوا ضحايا لهذا الحادث المؤسف. إن السويد دولة شقيقة وجارة لبولندا، ونحن نشعر بأسف وحزن بالغ، لذا نرغب بدعم الحكومة والشعب البولندي. إنها خسارة كبيرة لبولندا وأيضا أوروبا، فهم لم يخسروا الرئيس وحسب، بل أيضا كبار رجال الدولة. في عام 1940 فقدت بولندا صفوتها من خيرة الضباط في أثناء الحرب العالمية الثانية، وها هي تفقد صفوتها اليوم مرة أخرى. إنني حقا أشعر بالحزن والألم الشديد. كما استمر آلاف البولنديين في التوافد والتجمع أمام القصر الرئاسي في وارسو مع دخول بولندا الحداد، واصطف المواطنون في انتظار التوقيع في سجل التعازي. ومع وصول نعش الرئيس كاتشينسكي وبقية الضحايا من روسيا عقب توديعهم في مراسم عسكرية، احتشد ملايين المشيعين في الكنائس للصلاة على أرواح الضحايا. وعلى نهج السفارة البولندية في القاهرة، فتحت سفارات بولندا أبوابها في مختلف دول العالم لتقبل التعازي. كان الرئيس البولندي ورفاقه في طريقهم إلى روسيا لإحياء ذكرى مجزرة كيتن التي قتل على إثرها آلاف المواطنين البولنديين على يد الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، لكنهم راحوا ضحية مأساة جديدة لا يعرف أحد السر وراءها حتى الآن، ليسجل التاريخ في ذاكرة هذه الأيام من شهر إبريل بالأكثر صعوبة وحزنا في تاريخ بولندا. ياسمين أبو خضرة، العاشرة مساءً.